بالنسبة للعديد من سكان العاصمة اليمنية صنعاء، جمع المياه تحول إلى أحد الطقوس اليومية. هنا في إحدى ضواحي العاصمة، الاحتياجات الأساسية غير مؤمنة، والسكان يتحلقون حول الآبار الخاصة للحصول على المياه، واحتياجاتهم كما بقية المدينة تؤمن ببطء شديد. الماء قل عندنا بشكل فظيع، وما عبش معانا ولا حتى قصب نزدنا عم يقول شيء، خلاص وصلنا إلى نهاية 3 متر. الخبراء يتوقعون أن تنضب المياه الجوفية هنا مع نهاية العقد الحالي. نبتة القات الشبه المخدرة والتي يحب أغلبية اليمنيين مضغها تعاني من العطش الشديد، وهي تمتص المياه أكثر ب4 مرات من نبات البن. القعد هو اللي بيستنزف الماء كثير، القعد، لأن كل أسبوع 10 أيام يشتي مياه ضروري مياه. تخفيض زراعة القات قد يشكل أحد حلول أزمة المياه في اليمن، ولكن مع إدمان عدد كبير من الرجال على تعاطيها، يتخوف كثيرون من أن يؤدي تخفيض زراعتها إلى مشاكل اجتماعية. ومع ذلك فإن الخيارات المتوفرة للسلطات بدأت تضيق. تصور أنه 60% ما بين 55 إلى 60% القات، يعني وهو الآفة الكبيرة للقضاء على المياه. نحن مقبلين على أزمة، وفعلا أزمة. وحتى إذا قررت الحكومة التقليل من استنزاف المحاصيل لمصادر المياه، فإن ذلك لن ينهي بالمطلق الجفاف، والحكومة تعي جيدا ضرورة تدخل السريع لوقف انجراف العاصمة نحو الجفاف.